وأدرك صفات المتقين العليا وطبيعة المتقين، لكن أحيانا تغلبه نفسه الأمارة بالسوء أو هوى أو الشيطان أو قرين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، مما يدل على أن التقوى المطلوب منها بمعنى على طاقة البشر وعلى طبيعة البشر. والله عز وجل لم يكلفنا ما نطيق، وكلفنا وهو يعلم ضعفنا، كلفنا وهو يعلم ضعفنا. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ففي قوله والذين يفعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم يدل على أن الإنسان لا شك أنه يجتهد في التقوى وأدرك صفات المتقين العليا وطبيعة المتقين، لكن أحيانا تغلبه نفسه الأمارة بالسوء أو هوى أو الشيطان أو قرين. حينما قال وسيأتي معاذ في سفره قال له اتق الله حيث ما كنت، ماذا قال بعدها؟ وأتبع السيئة الحسنة. يعني حينما أوصاه بالتقوى يعلم أن معاذا سوف يلتزم ويجتهد في أخذ الوصية لا شك، ما أوصاه وهو يعلم أنه سيخالف، لكن أيضا زوده بقوله وأتبع السيئة الحسنة، بمعنى قد أنت ستجتهد في أن تأخذ بالتقوى في أعلى مراتبها، ولكن قد يغلبك ما يغلبك. ولهذا قال أتبع السيئة الحسنة.